أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رادة الأعمال مدام راوية من Daddy's Bite Kitchen. أهلا مدام. أهلا فيك. بداية مرحب فيكي من قناة ABC وبرنامج رواد الأعمال، ونتمنى بالبداية تعرفينا عنك وعن بدايات Daddy's Bite Kitchen. ماشي، اهلا وسهلا فيكم بداديز بايتس. داديز بايتس شركه فعلا والحديثه، صار لنا بفتحين تقريبا سنه. نحن بلشنا جينا على دبي من 15 سنه، حبينا انه يكون عندنا اور اون بزنس بدبي، وتحديدا بالفود اند بيفرج، لانه نحن عندنا حب وباشن بالفود وتراينج ديفرنت كوزينز. ففكرنا انه نعمل بزنس لنا خاصه، وثقبت انه عندنا معرفه مع شيف كونسلتنت بارع كثير بشغله، بيشتغل على كونسبتس فود ومنيوز لمطاعم جديده، كمان كان حابب انه يبلش فكره بدبي. سو اشتغلنا سوا، ومن هون انطلقت فكره داديز بايتس. مدام، ممكن تخبرينا المزيد عن المطبخ الخاص فيكم؟ ما هي الاطباق، الوجبات والمشروبات اللي بيقدمها داديز بايت؟ هلا داديز بايت منيو فيها فرايتي اوف اوبشنز، من بين برجرز، ساندويتشز، وينجز، تشيكن تندرز، وبكل سكشن في عندنا كمان ديفرنت فليفرز كرمال نوصل انه نراضي كل التيست، يعني كل حدا بيقدر يلاقي الشيء الطعم اللي هو بحبه. سو بالبيف برجرز عندنا سيلكشن مثل المشروم سويس، مثل الدبل بيفي للي بده يروح هيك بيجر بورشنز، عندنا التريبل بيفي كمان، اي دير يو برجر. في عندنا الشيء اللي بيميز المنيو تبعنا انه جربنا الصوصات تكون فيها ميكستشر من كل الحضارات، يعني ممكن نلاقي صوصات بركي مكسيكان فليفرز، اشياء راشن فليفرز، كوريان. سو هيدا بالنسبه للبيف، نفس الشيء للتشيكن برجرز، بين الكلاسيك تشيكن برجر للبافالو للمحبين الاشياء الحار اكثر، الفيستا تشيكن، فيستا بيف برجر. سو جربنا نكون عم نقدر نوصل لشريحه كبيره من الناس، لانه دبي هي كوزموبوليتان. So, الشخص اللي بده ياكل عند Daddy's Bites لو كانوا من different backgrounds يقدروا يحصلوا على الشيء اللي هن بدهن اياه او النكهه اللي هن بحبوها. كمان نفس الشيء هذا الشيء بالوينجز، في عندنا different sauces, different flavors بيقدروا يجربوهم، اضافه لانه السايدز بين الترافل فرايز، سويت بوتيتو، كيرلي فرايز، موتزاريلا ستيكس. سو بنجرب انه نوصل يكون في عندنا كثير اوبشنز لشخص عم يختار المنيو. مدام راوية، بعد النجاح الرائع اللي حققتوه ككلاود كيتشن، شو هي الخطة وشو هي الرؤية المستقبلية؟ أكيد نحن مثل أي بزنس بهمنا أنه نتطور، وككلاود كيتشن بهمنا أنه نروح لبرانشز أكتر موجودة بدبي، كرمال نوصل أنه نكون موجودين بأكتر من منطقة بدبي. هيدا فينا نقول الأهداف القريبة المدى. On the long run أكيد كمان من الأشياء اللي عم نشتغل عليها أنه نوصل لشريحة أكبر من الناس من ناحية الفليفرز. فحاليا عم نشتغل على كونسبت جديد أكتر سالادز راب اسمه لين أند جرين، كمان رح المفروض أنه نبلش فيه بأول السنة، كمان رح نوجد بأكثر من محل بدبي. لقينا أنه الناس بتحب كتير الوينكس، وعم نشتغل على كونسبت تحديداً للوينكس كمان. هيدا من المشاريع اللي هلأ عم نشتغل عليها ونحضر لها للمستقبل القريب. مدام راوية، بالنهاية بدنا نعرف ليش اخترت دولة الإمارات وخصوصاً دبي؟ لانه دبي بالنسبه لنا هي اور هوم، يعني نحن هون استقرينا بدبي من 15 سنه، سو طبيعي كان نفكر انه نبلش اول بزنس بدبي، خصوصا انه في عوامل كثيره بتشجع على هذا الموضوع، منها الامن والامان بالبلد، الاستقرار، بلس الخدمات والتسهيلات اللي بتامنها الدوله على كافه المجالات. يعني مثلا كبزنس اونر لما عم بتجرب تفتح عندك فكره بدك تشتغل عليها، تطورها، تطلع اللايسنسز، الموظفين، اي شيء بحاجه له من الخدمات، في عندك هيدي الخدمات موجوده بكافه المناطق، موجوده بكل الاوقات، بيعطوك الجايدنس، البروبر جايدنس لك كبزنس اونر انك تعرف شو لازم تعمل، وين لازم تروح. فهيدي التسهيلات كثير شجعتنا وكثير سهلت علينا بالبدايه، واكيد هذا الموضوع يعني متواصل مع كل شيء عم نعمله مع كل خطوه. سو هيدي كانت من الاساسيات انه فكرنا انه نفتح البزنس لنا هون، وهذا المكان المناسب لشخص يقدر يحقق طموحاته وعلى كافة المستويات وتحديدا المهنية. بالنهاية، ممكن تخبرينا وتخبري جميع المشاهدين بتابعوكي كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع Daddy's Bite Kitchen؟ هلا نحن كDaddy's Bites موجودين بفود نيشن بدبي مارينا مرسى فيليج،
صحيح نحن كلاود كيتشن، ولكن بيميزنا انه عندنا داين ان اريا لكل الناس اللي بتحب تجرب الاكل باللوكيشن. سو ايفريون از ويلكم بداديز بايتس بكوبان مارينا. اضافه الى انه الناس اللي بتحب تطلب اونلاين، احنا موجودين على كافه البلاتفورمز من دليفرو، طلبات، كريم، مون، كاري، طلبنا. كمان الناس اللي بتحب تطلب دايركتلي من عنا على الانستغرام، they can order some chat food او على الواتساب تبعنا. كمان احنا we're happy to serve everyone وان شاء الله تكون اكسبيرينس منيحه على كافة البلاتفورمز. شكرا جزيلا مدام راويه، بنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. ثانك يو لكم، اهلا وسهلا فيكم. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.